قلنا لحضراتكم مرة أخرى حبدأ أدخل معاكم في تفاصيل هذه القرارات. على الهاتف الأستاذ أحمد السيد وكيل وزارة المالية. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. هذه الحزم المختلفة كم تكلف خزينة الدولة إجماليا تقريبا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بيك. هذه الحزمة هي تعد الحزمة الأكبر بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكلفتها السنوية تقدر بنحو 180 مليار جنيه. يستفيد منها قطاع عريض جدا من المواطنين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص. اسمح لي بعد إذن حضرتك نستعرض الحزمة والفئات المستفيدة منها وتكلفتها. الحزمة بتأتي في إطار توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 1 مارس 2024 و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وكلاهما بحد أدنى 150 جنيه ودون حد أقصى لقيمة هذه العلاوة. دون حد أقصى. دون حد أقصى يا فندم. تمام يا فندم. وتكلفتها السنوية هذه العلاوتين 11 مليار جنيه سنويا. فيما يخص الحافز الإضافي، هو الأعلى إقرارا من بدء إقرار الحافز الإضافي في 2019. الفئات المطروحة هي الفئات الأعلى، بتتراوح من 500 جنيه للدرجة الثالثة وصولا إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بزيادة 50 جنيه لكل درجة. يعني لو قلنا الدرجة الثالثة 500 جنيه، الدرجة الخامسة هيبقى 550، الدرجة الرابعة هيبقى 600، وصولا للدرجة الممتازة هتبقى 900 جنيه. لو تحب نستعرض حضرتك فئات العلاوة الحافز الإضافي التدرج بتاعه، هنقول الثالثة 500، الخامسة 550. تمام يا فندم عرفنا. لغاية لما نوصل لل 900 بالظبط. وتكلفتها السنوية 37.5 مليار جنيه. الجزء الآخر هو إن في إطار زيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي، من يصل أجره أو من تصل الزيادة عنده إلى دون 1000 جنيه يزاد إلى 1000 جنيه للدرجة السادسة أو الخامسة أو الرابعة، أما الدرجة الثالثة لا. ثانية واحدة نقف هنا. يعني قال لك لو الزيادة بتاعت الراجل ده ما وصلتش ال 1000 جنيه شهريا أنت زوده ال 1000 جنيه صح؟ بالظبط يا فندم. لو علاوة لو الحافز قيمه الحافز والعلاوه لم يصل لاي من الموظف في الدرجه السادسه او الخامسه او الرابعه ل 1000 جنيه يزاد بقيمه علاوه حزمه اجتماعيه وصولا لل 1000 جنيه. يعني انت كده اقل زياده لاي موظف في الدوله او الهيئات التابعه هي 1000 جنيه. ممتاز يا فندم. بالظبط كده، هو ده الهدف من هذا الاصلاح ومن هذه الحزمه، ان الحد الادنى لحجم الاستفاده الشهرية هي 1000 جنيه للموظف بالنسبة للدرجة الستة أو الخامسة أو الرابعة، أما الثالثة والثانية والأولى فالحد الأدنى لزيادته هتكون 1100، أما الدرجات اللي هي المدير عام وعالية وممتازة هيكون 1200 جنيه، وده يضمن بمعنى أصح زيادة فعلية وحقيقية في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة. الحاجة الثانية سيادتك برضو، ده فيما يخص جموع الموظفين أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة. كويس، خش لي بقى على الطب وعلى التعليم. بالنسبة للقطاعات الحيوية والمهمة جدا اللي هي قطاع التعليم والصحة باعتبارهم القطاعات الأكثر ارتباطا بالمواطن المصري والارتقاء بها ماديا ووظيفيا، ده بيأثر على تقديم الخدمة الصحية والخدمة التعليمية لجموع طبعا المواطنين. فبالتالي فخامة السيد الرئيس وجه كذلك بتحسين الأوضاع المعيشية لهذا القطاع العريض من أعضاء هيئة التدريس في التعليم قبل الجامعي بإقرار زيادة ليهم بتبلغ حوالي 8.1 مليار جنيه. اسمح لي بعد إذن سيادتك نقولها سريعا كده. يا ريت. تمثلت في زيادة بدل المعلم لأعضاء هيئة التدريس. كذلك حضرتك كذلك سيادتك ده فيما يتعلق ببدل المعلم، وكذلك حافز الأداء للمعلمين ومكافأة الامتحانات. يبقى في ثلاث عناصر بيزيدوا لدى قطاع التعليم قبل الجامعي: حافز الأداء للمعلمين وبدل المعلم ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية للتشجيع على فكرة حسن إدارة العملية التعليمية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية كمان. ده شيء جميل. ده فيما يخص التعليم سيادتك قبل الجامعي. فيما يخص الزيادات، معلش اسمح لي بعد إذن سيادتك، جملة الزيادة
بخلاف المبالغ اللي احنا قلناها ال 1000 للدرجات الماليه وال 1100 وال 1200 في زيادات اضافيه لهذا القطاع التعليم قبل الجامعي تتراوح ما بين 325 جنيه الى 475 جنيه. كويس، سؤال تاني، يعني هو هيزيد ال 1000 جنيه بلس زياده مضافا اليهم سيادتك ويضاف اليهم ال 350 او ال 325 وصولا لحتى 475، والتدرج ده وفقا للمستويات الوظيفيه. يعني عندي في التعليم سيادتك قبل الجامعي في عندي معلم مساعد، في عندي معلم، في معلم اول، وفي معلم كويس، يعني كله هيزيد الزياده العامه بتاعه مصر بالزبط. ثم زياده اضافيه فوق منها كمان. بالظبط يا فندم. جميل. فيما يتعلق القطاع الصحي، خلينا برضو سيادتك في قطاع التعليم العالي والجامعي، اعضاء هيئه التدريس في الجامعات والمعاهد والهيئات البحثيه، كان لهم برضو حظ وافر من هذه الزياده باعتبار برضو ان هم بينتموا لقطاع التعليم والنهضه التعليميه مطلوبه في مجتمعنا. فدي سيادتك برضو فيها زيادات تمثلت في زياده حافز الجوده وزياده مكافاه التدريس وزياده مكافاه الاشراف على الرسائل العلميه. وكان فخامه السيد الرئيس كان بيوجه على الحاجات المرتبطه بالاداء الوظيفي بمعنى صح، يعني الزيادات تكون مرتبطه بالاداء للاداء عشان تؤثر على مستوى تقديم الخدمه سواء كانت تعليميه او صحيه. فهذه الزيادات بخلاف الزيادات العامه برضو زي ما قلنا في التعليم قبل الجامعي سيادتك هيبقى في زيادات خاصه لهذه الفئه بتتراوح ما بين سيادتك 550 وصولا الى 1475 وفقا للمستويات الوظيفيه. ده شيء جميل ويسعدنا. تمام. اما القطاع الطبي الجناح الاخر للتنميه البشريه زي ما بيقولوا اللي هي الصحه سيادتك، كان برضو فخامه السيد الرئيس وجه بالاهتمام بالقطاع الصحي من خلال محورين مهمين جدا. المحور الاول هي زياده حضرتك بدل مخاطر المهن الطبيه بفئات بتتراوح من 250 جنيه ل 300 جنيه، وكذلك مضاعفه بدل السهر والمبيت باعتبار ان ده الاكثر تقديما طبعا للاداء الصحي سواء كان لاعضاء هيئه الاطباء او هيئه التمريض في القطاع الصحي. ده سيادتك ده محور مهم جدا فيما يخص القطاعات الوظيفيه الهامه اللي هي التعليم والصحه. يعني هو زاد زيه زي التعليم مع كل الموظفين في الدوله من 1000 ل 1500 جنيه، ثم عنده زيادات اضافيه طبقا لطبيعه عمله ومكانه وتواجده حسب الاهميات المختلفه عندكم والتقسيمات اللي بعتها لكم وزاره الصحه. مظبوط يا فندم، مظبوط. تمام تمام. كان في محور مهم جدا خاص بالتعليم والصحه برضو هو ضخ دماء جديده في هذا القطاع الحيوي والهام. طبعا ان احنا تم تخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 الف بحيث دماء جديده في هذه القطاعات الحيويه والهامه، اختصنا فيها القطاع الصحي ب 30 الف، واختصنا فيها قطاع التعليم بتعيين 30 الف معلم زائد الاستعانه ب 50 الف معلم ايضا، ودماء جديده في اداره عمل الجهاز الاداري للدوله بعدد 10000 في العاملين بالجهاز الاداري للدوله بكلفه سنويه 6 مليار جنيه. شيء جميل. حدثني ايضا عن الاعفاءات الضريبيه. ما انت انت عندك الوقت فلوس خارجه من الخزنه وكان عندك فلوس داخله، الريس قللها بالمزيد من الاعفاءات. مظبوط سيادتك. طبعا كان في بدايه مطلع حديثنا حضرتك كنا بنقول استفاده العاملين بالجهاز الاداري للدوله والهيئات الاقتصاديه لا وقطاع عريض من جموع المواطنين، وده تاثير الاعفاء الضريبي بيأثر على الموظف اللي في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص. طبعا لو رحنا للاعفاء الضريبي سيادتك هنلاقي ان احنا كان عندنا سنه 2013 كان عندنا حد الاعفاء الضريبي 12000 جنيه، شهد زيادات خلال الفتره العشر سنوات الاخيره وصولا الى بناء على توجيه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل ل 60000 جنيه زياده حد الاعفاء الضريبي، وده بنقول بناكد على ان هو بيستفيد به الموظف بصفه عامه سواء كان في القطاع العام او القطاع الخاص الحكومي او القطاع الخاص. طبعا فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا يعني طبعا، وبتسعد قطاع عريض من المواطنين. استاذ احمد بعد اذن حضرتك، اتفضل. هل لدى خزانه الدوله ووزاره الماليه دخل مباشر يعوض هذه المبالغ الضخمه اللي هيتم التكلفه بيها؟ هي طبعا بنواجه هذه التكلفه من خلال الاحتياطيات العامه في الخزانه العامه للدوله، ولكن هو احساس فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاوضاع الاقتصاديه كان التدخل والتوجيه اللي صادر من سيادته بسرعه تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين بهذه الحزمه واللي هي تعد الاكبر في تاريخ مصر
بزياده باستفاده قطاع عريض وفئات ومبالغ صحيح ضخمه جدا. صحيح. فده كان سيادتك توجه سيادته، وكان في نفس الوقت تكافل وكرامه كان لها نصيب برضه، لان بيستفيد منها خمسه عدد قطاع عريض جدا من المستفيدين من تكافل وكرامه بزيادتها بنسبه 15% بتكلفه 5.5 مليار جنيه، علما بان تكافل وكرامه شهدت زياده في شهر ابريل المنقضي 2023 وفي اكتوبر 2023، والزياده الجديده دي بتعمل نسبه زياده قدرها 55% من قيمه المعاش. وبالتالي سيادته وجه بان يكون لتكافل وكرامه في مشروع الموازنه القادمه 24-25 41 مليار جنيه. استاذ احمد السيد وكيل وزاره الماليه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اظن المسائل اصبحت واضحه تماما.